من درعا بدأت باحتجاجات سلمية لتنتهي إلى حرب أهلية هي الأشرس في القرن 21. 6 سنوات مرت على بدء الأزمة السورية، ثبت الجيش السوري بمساعدة حلفائه سيطرته على أجزاء واسعة من البلاد واستعاد مناطق كان قد خسرها، غير أن الصراع أبعد ما يكون عن النهاية بعدما تقطعت أوصال البلاد وتحولت بعض مناطقها إلى جيوب وكيانات يحكمها أمراء حرب وقيادات طائفية أو إثنية. يستبعد المراقبون انتهاء الصراع قريبا وقدرة أي من الأطراف على الحسم في الميدان، وكذلك فإن التوصل إلى اتفاقية سلام لا يزال بعيدا، وفي أحسن الأحوال فإن جل ما يتوقعه المفاوضون الاتفاق على هدنة خاضعة للرقابة على مساحة كبيرة من الأرض السورية المقسمة واقعيا بين القوى المتناحرة. وللمفاوضات حصة كبيرة من عمر الأزمة، فهي دارت على مدى 5 سنوات بشكل غير مباشر بين الحكومة والمعارضة، حيث كان مصير الرئيس السوري بشار الأسد هو النقطة الشائكة، أما الآن فقد صارت نقطة البداية هي بقاء الأسد. استمر الأسد في موقعه بفضل تحالفاته، في حين لم تلقى المعارضة سوى الخذلان من أصدقائها الكثر، حتى تحولت إلى معارضات ومنصات تتقاتل فيما بينها، ويشوه صورتها التطرف الديني، فيما أعلن تنظيم داعش دولته في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، إلى أن أعلنت حرب عالمية عليه بلغت ذروتها الآن في الموصل العراقية والاستعداد لاقتحام معقله السوري في الرقة. نصف مليون قتيل حصيلة ضحايا الحرب حتى الآن، فضلا عن نزوح نصف السكان عن ديارهم، وحلت أسوأ أزمة لاجئين في العالم. ومع كل يوم جديد يظهر تعقيد جديد في الأزمة، بلغت ذروته بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتغييره قواعد اللعبة بإنزال جنود أمريكيين علنا في الشمال السوري. مع انقضاء الذكرى السنوية 6 للأزمة السورية، فإن جل ما يتمناه الأمين العام الجديد للأمم المتحدة هو تسريع المفاوضات لإنهاء الحرب حتى لا تكون هناك سنة 7.